اقول لك على حاجه لطيفه. في راجل يا اخي انا كنت اشوفه دايما على تيك توك، الاقيه هو على تيك توك طبعا مذيع الشارع، فانا كنت اشوف الفيديوهات بتاعته وكل اللي بقوله بالظبط كده وانا بتفرج على اي فيديو، يا ابن الايه برافو عليك، جدع شاطر، ايوه حلو، ده اللي انت بتعمله عظيم، اللي انت بتعمله رائع. ودايما كل جملة بقولها تلاقيها مصحوبة حتى ولو في عقل بالي، ما بقعدش أكلم نفسي بصوت عالي برضو، ما أنا مش مختلة يعني، لكن أقعد أقول إيه في قلبي، والله ربنا يجبر بخاطرك يا أحمد زي ما بتجبر بخاطر الناس. أحمد رأفت، إزيك يا أبو حميد؟ يا استاذ يوسف، ازاي حضرتك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه وام مصريه واخت وبنت مصريه بخير، وزوجه يا رب كلهم بخير دايما اجمعين يا رب. وانت بالف صحه وبسلامه ان شاء الله، عقبال ما بارك لحضرتك واعيد على حضرتك السنه الجايه في يوم الرجل المصري ان شاء الله. انا اول حاجه، بص يا ابو حميد، انا ولا تقول لي ولا استاذ ولا تقول لي حضرتك ولا تقول لي الكلام ده، انا ماليش في الالقاب على الاطلاق، الود والمحبه في القلب. شرفني والله يا فندم. لا ده شرف ليا. احمد، اولا انا بشكرك وبحييك جدا على كل الحاجات اللي انت عملتها، ربنا يجبر بخاطرك على قد ما بتجبر بخاطر الناس يا ابو حميد. ربنا يبارك في حضرتك والله يا استاذ يوسف، وده طبعا شرف ليا والله ان حضرتك تقيم شغلي وحضرتك بتشوفه، ده والله حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، فانا بشكر حضرتك جدا جدا والله، وعلى المقدمه اللطيفه، وببارك للدكتوره دوريا شرف الدين، يعني عالم من اعلام الاعلام المصري، وطبعا كلنا بنتعلم من بعض، وده شرف ليا والله يا فندم. يا سيدي ربنا يخليك، ربنا يكرمك. اولا سيبك من انا بشوفه، لانه انت اظنك عارف انه الوطن العربي بيشوف الفيديوهات بتاعتك، انت راجل مشهور الى ابعد الحدود بقلبك الحلو ده وبالخير اللي بتحاول تفرح بيه الناس. اول حاجة تيجي على بالي، انت ايه اللي خلاك فكرت في كده؟ يعني تبقى مذيع الشارع وعلى رأيك تقعد تلف وتجوب، انت مش بتتحرك في القاهرة بس يا احمد، انت بتلف 27 محافظة جبر خواطر، جات لك الفكرة دي ازاي؟ والله يا استاذ يوسف انا خايف اقول لحضرتك. يا دي استاذ يا عم يوسف، يوسف انت عندك كام سنه يا احمد؟ انا 35 سنه. 35 حلوين، طيب ما يعني هم يا دوب 13 سنه بساط كده، حاجه ماشيه سريعه. ما انا يعني النهارده مثلا في الكاميرا كانت مخلياني 74 سنه. لا خالص، كان شكلك 25. لا خليتني كتير بصراحه. لا يا حبيبي قول لي، احكي لي والله حضرتك الفكره ان احنا، انا يعني دايما بقول انا مش بختار، انا دايما بحس ان ربنا بيختار لي طريق. يمكن كان نفسي في حاجات كتير جدا من اول ما بدات صحافه الفيديو من اكتر من 10 سنين، بس في كل مره بحس ان ربنا اللي بيختار لي الطريق، انا ما بختارش حاجه، وما بظنش ان بعد اختيار ربنا سبحانه وتعالى في حاجه. فبصراحه الموضوع بحسه حاجه حلوه قوي كبيره جدا بالنسبه لي، ان انا بيكون نفسي وعندي طموح. والله حاجه برضه اقول لحضرتك عليها يا استاذ يوسف، ان انا اشتغلت كتير في الشارع وعملت حاجات كتير، بحس ان انا يعني اللي موجود في حقيقتي في حياتي في يومي ربنا بيكرمني بيه، ان هو اللي يبان في الفيديوز بتاعتي، يبان في الشغل اللي انا بعمله، في اي برنامج بدخل فيه. فالحمد لله ربنا يعني بيعوض بكل الحاجات دي والمفاهيم دي، وفي الاخر كرم ربنا يعني في الاخر ملوش حدود. وتاني والله يا استاذ يوسف، الاختيار ربنا ليا في كل خطوه في حياتي كان عظيم جدا، احسن من اللي انا كنت بنوي نفسي او بفكر فيه لنفسي او كان نفسي فيه. ونعم بالله سبحانه وتعالى. انت اتخرجت من ايه يا ابو حميد؟ انا خريج كليه حقوق جامعه حلوان 2009. وقول لي طيب، انت لما اتخرجت كنت عاوز تعمل الشغل ده ولا كان في بالك حاجه تانية؟ كان نفسي اشتغل في الصحافه بصراحه. يعني ورحت قدمت في جرايد بعد ما خلصت جيشي، واشتغلت في حاجات كتير جدا، يعني حاجات بقى اللي هو زي ما حضرتك عارف بداياتنا كلنا كانت حاجه هنا تشتغل فيها تتعلم حاجه، هنا صح. تتعلم حاجه، هنا تشتغل ببلاش، هنا تشتغل بمرتب ضعيف، هنا بتشتغل بمرتب جميل، لحد ما بيجي كرم ربنا في الاخر يعني. ونعم بالله، ونعم بالله. انت شفت ناس كتير وربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب لجبر خواطر ناس كتير،
بس اكيد اكيد في حد انت ما تنساهوش. والله في ناس كتير ما انساهاش، في ناس قولي. كتير حقيقي ما انساهاش. اختار يعني اول حاجه تيجي على بالك. اول حاجه كنا بنصور في اسيوط في مره وفي راجل ما قالش حاجه. يعني في راجل ما قالش حاجه، هو سكت بس، سكت يعني، هو بعد ما شاف الفلوس سكت. انا سكوت بنظراته ليا انا كنت بنفجر يعني، يمكن وقفنا التصوير شويه عشان انا بدات اعيط بس، فكملنا بعدها بشويه التصوير، لان حقيقي نادرا لما بلاقي حد صادق جدا كده، صادق بجد. ده الراجل اللي كان مواليد 72 وقلت له، ولا كان مواليد 79 وقلت له بعد 3 سنين حصل حاجه مهمه، فقال لك سنة 73 الحرب صح؟ أنا متابع، أصل أنا مش بقص، أنت ممكن ما تعرفنيش، أنا لا أتجمل على الإطلاق، أنا فعلا بشوفك كويس يعني، بشوفك تقريبا كل يوم. يشرفني والله. فأنا حافظ الفيديوهات بتاعتك. هو ده؟ يشرفني. ده هو كان حد تاني، بس طبعا عم محمد ده برضو كان بصراحة يعني يقطع القلب، لأن هو كان موقفه ويعني ورحنا يعني جينا له في وقت تقريبا الحمد لله يعني ربنا جعلنا سبب ان هو يكون سعيد ويكون نايم امن في بيته يعني. ربنا يكبر بخاطرك. وانا عايز انه بقول لك، انت هتعمل ايه في رمضان؟ يعني ان شاء الله هنعمل حلقات جبر خواطر ان شاء الله في رمضان. طيب. الايام دي او صورنا يعني الصعيد، صورنا في الفيوم، في بني سويف، في المنيا، في اسيوط، يعني لو كان في ايدينا مساحه اكتر من كده طبعا الايام كلها بنصور، ده بنروح مختلف المحافظات يعني. ماشي، انا عايز اعزمك تجي لنا ونقعد في رمضان احنا يعني انا 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 حلقاتي هتبقى سبت حد اتنين تلات وبخلص الساعه 11 يعني مش هاخرك على السحور، هتروح البيت ومش هتتعاقب وهتبقى الدنيا زي الفل. فكلنا بنتعاقب. فايه رايك مره تجيلنا ان شاء الله؟ بجد انا عايز اقعد معاك، عايز اتشرف بان احنا نقعد سوا، وعايز نقعد نحكي يعني الساعه ساعه ونص دول نقعد شويه منهم، نقعد نحكي انا وانت سوا. شرفني يا فندم والله. لا ده انا اللي اتشرف وارجوك. ولا يا فندم ولا يا استاذ، انا عمال اقول لك يا ابو حميد يا ابو حميد، يا اخي قول لي يا ابو حجاج ولا حاجه، اجبر بخاطري، ده انت بتجبر بخاطر الناس كلها. الله يبارك في حياتك والله، الله يكرمك يا رب يخليك. انا سعيد ان انا مع حضرتك والله النهارده، وسعيد ان انا بتكلم مع حضرتك، وده شرف ليا والله يا فندم. لا ده كلنا سوا على فرحتي البرنامج الاعداد، الناس اللطيفه اللي استحملتني طول اليوم، فاشكركم جدا يا فندم. خالص خالص، ربنا يكبر بخاطرك ويعزك ويوفقك دايما، كل الشكر ليك. ابو حميد احمد رأفت، الحاصل على لقب مذيع الشارع، اللقب اللي الناس ادتهوله عشان بيجبر بخاطر خلق الله، اللي بيجبر بخاطر الناس ربنا بيجبر بخاطره بشكل بقى ما اقولكش. والله.